بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نكون في تغطية لجاكرتا فير طبعا هذه السنة، فخلوكم معنا. اللي ناس بتعرف ايش هي جاكرتا فير خلوكم معنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. اندونيسيا الحياة للأمام، اندونيسيا الحياة للأمام، من سبان نهدي السلام. اندونيسيا الحياة للأمام، شعب مبتسم متواضع، يرحب بالضيف رائع، بين القرى والمدن حب وئام وحلم. طبعا من قوة الزحمة هناك في المواقف الداخلية الناس صارت توقف برا، شوفوا في الأراضي الفاضية اللي حول المنطقة. فين؟ الناس صارت توقف برا يا معلم من قوة الزحمة. هذا هو جاكرتا فير، شوفوا الزحمة كيف. طبعا هذول اللي بيشتروا التذاكر، انا اوريدي اشتريتها اونلاين فما احتاج اني اضرب سرعة هنا، على طول نروع قدام. طبعا احنا دخلنا من هذه البوابة اف، بوابة اف، اول ما تخش تحصل مدينة الالعاب الصغيرة هذه للاطفال. نأسف على الازعاج، الصوت مرة مزعج هناك. هذا هو المصلى للرجال، والظاهر الحريم في الخلف هناك. ايوه شوفوا زحمة طبعا سرة على المصلى. طبعا في عدة مناطق وعدة اماكن للصلاة، هذا احدى الاماكن، فموزعين المصلى في او المكان الصلاة في عدة اماكن، هذا واحد منهم. بس نتوضى ونروح. طبعا هذا المكان عبارة عن جميع الماركات وجميع الاشياء اللي في السوق الاندونيسي يجيبوه في ذا المكان. المكان جدا كبير، يبغى لك تقريبا يوم كامل من الصباح تفر فيه، تروح كل الاقسام. في عدة بوابات، اعتقد 8 بوابات عشان تخش المكان ذا. اعتذر على الصوت لانه صوت جدا ازعاج حولي. شوفوا طبعا الناس اللي كسلانين يمشوا يركبوا هذه السيارات، هذه عبارة عن هدايا وتذكارات من جاكرتا. شايفين من جاكرتا، اشياء عن جاكرتا، هذه الاشياء عن جاكرتا. والله الزحمة، والله الزحمة، اسم المجوهرات والذهب وغيرها، مجوهرات وذهب وفضة واكسسوارات، شايفين اسم كامل. الله خارجنا هذه حمامة الحريم، شوفوا كيف السرة حق حمامة الحريم، الله يعزكم. والله شغلة الكترونيات، LG، شارب، توشيبا، سامسونج، جري، جميع الالكترونيات موجودة في هذا المكان. شوفوا حتى مكان داخلي داخل القاعة، انه تعرف الالكترونيات شيء غالي، غير كذا اذا في مطر كمان حيتبهدلوا اذا كانوا برا. طبعا شركة بلايترون شركة اندونيسية، عندها عدة منتجات من الالكترونيات، شركة بلايترون. طبعا مش اعلان ولكن شيء جميل بلايترون. خلينا نشوف الاسعار كذا. في سعر هنا في 6 مليون، 5 مليون و800، يعني تقريبا 1000 شوية او 2000 حاجة زي كذا. كمبيوتر انتل، طبعا كلها كمبيوترات، شاشات تشوفها مقوسة، لان ايش عندهم هنا اجهزة المساج، فاشياء جميلة رائعة في هذا السوق وفي هذا المكان. والله زحمة، والله صراحة زحمة زحمة. هنا الأجهزة الكهربائية المنزلية، أجهزة الكهربائية المنزلية، شوف عصارات، فرامات، خلاطات، رايس كوكر، هنا الفاكيوم والأشياء هذه، هناك أدوات السباكة. العالم دي تسوق بالشنط، شوفوا كيف نحط مقاضيه في الشنطه ويمشي. من هذا الجروب بوك، حط هذا الجروب بوك، جهاز جديد يقول لك مو مايكرويف، يقول لك حتى انه يخلي هذا يقلي، يقول لك تحط بطاطس ني يصير مطبوخ يخلال دقيقتين. هذا بوث حق اي بوكس الايفونات. والله زحمة صح يا راجل. هنا برا أقسام الأكل، شوفوا أنواع من شركات الأكل، شوفوا زي فيستا، هذه شركة معروفة للمفرزنات، عندهم دجاج، عندهم كبة، عندهم أنواع من شو اسمه ذا النجتس، في اللي على قولهم يبيعوه في المفرزة. شوفوا
هناك العصيرات شوفوا، هناك اندومي كمان شوفوا. فصراحة المكان جدا كبير جدا، يمكن 2 هكتار او 3 هكتار الظاهر. الهكتار طبعا 10,000 متر مربع، 3 أو 4 هكتار الله اعلم، انا ما شفت المعلومات بالاونلاين، ولكن المكان جدا كبير. عاد انك لما تلف تفرفر والله تتعب. دحين فرفت تقريبا 2 ساعة وشويه، بدات رجولي تنمي من قوه المشي، فالحمد لله. يلا نكمل المشي ونشوف. انا بشوف خوذه للدباب وبشوف اسعار الدبابات، هل في تخفيضات ام لا. هاي دبابات الكترونيه كهربائيه اهو، يمين يسار، العالم يتحول الى الدبابات الكهربائيه، الدراجه الناريه او عفوا الكهربائيه، شايفين 1500 واط و2500 و3000 واط. البطاريه عندهم 72 فولت، 80 1920، هذا السايز. الالوان عنده 6 الوان، طبعا بيوروك انها مع انها كهربائيه لكن ما تتاثر بالمويه، شايفين عارضين على طول تحت المويه مباشره جوا، فما تتاثر بالامطار زي ما يقول، لانه في بعض الدبابات الكهربائيه مع الامطار خربت، لكن هنا يقول لك لا غاليين بنور الله. يلا شوفوا كيف العروض. ان دراجات شركه تويوتا ايضا حاضره هنا، عندها هذه السياره الياريس، شوفوا ياريس جديده كروس، ياريس كروس. وهنا عندهم ايش؟ هذه الانوفا شكلها، هو افانزا الجديده، هذه افانزا الجديده، بس مشكله الافانزا الجديده انها دفع امامي، اللي بيشتري سيارات حصل هنا. هنا الكفرات يا معلم، هذه الكفرات، شركات الكفرات موجوده هنا، سوزوكي ايضا موجوده. المعرض هذا او الاحتفاليه هذه للتسوق، يعني للناس اللي عندها اهتمامات في تجديد سيارتها كل سنه، يجوا هنا يحصلوا تخفيضات. وهذه الركشة الجديدة أو التوك توك الجديد كهربائي، أو سيارة الجولف، شيء جميل صراحة جوا. قاعد يتخيل نفسي سوقة جوا، حاطين له مروحة وكفر سبير والأمور طيبة. شركات، شركة باي في آر، في آر شايفين، في آر شركة في آر، منطقة تجربة الدبابات الإلكترونية أو الكهربائية. طبعا وصلنا لشركة الهلمت أو الخوذة، طبعا هلم بالإندونيسي، هلمت بالإنجليزي، وخوذة بالعربي، من عدة أشكال وأنواع. خلونا نشوف أسعارهم. بيج سيل يقول لك 50% تخفيضات، فخلونا نشوف التخفيضات اللي 50% من شركات الخوذ جي ام. شوف 250، العاده سعرها 300 400، هذه 250. انا بشوف ال ان اتش اي كي، ايش رايكم في ذي سوداء صحيح؟ جميل فيها طبعا، هذه يعطيك دعس عليه، بس دحين بنشوف السعر كم، لانه عادة السعر حقها بحدود 350 400. شوف دحين كم السعر. يعني هذه الاحتفالات خلاص على انه اخر ليله في الحفل الختامي لهذا المهرجان للتسوق. هاي سامعين صوت التراطيع، والعالم تصور جواه، علقوا. من هذا هو الحفل النهائي لمهرجان التسوق جاكرتا فير. شوفوا كيف الشعب، والله زحمه لسه، كانه بكره ما في دوام، بكره دوام يا ناس، يوم الاثنين بكره. قسم ياماها مسوين حفل، شوفوا هذا للماكس الجديد، شوفوا للماكس الجديد هذا،
الجوالات الجديدة يا ولد. 55 اكس ماكس. شوفنا الاكس ماكس، هذا الاكس ماكس الكبير، هذا مرة كبير ترى. خلينا نشوف سعره كم هنا، هم حاطين السعر غريبة، هم حاطين السعر. شوفنا في واحد لونه ذهبي خطير هذا، التعب ولا كان فرفر في جميع الاماكن، بس التعب يخليك توقف، والوقت ايضا صار ضيق. دحين الساعة 9 وشوية، باقي لهم ساعة ونص او ساعتين بالكثير يقفلوا، غير الازعاج. شايفين ان شاء الله الصوت يكون واضح. الظهر جلد جلد جلد، بس ما ادري السعر، مو مكتوب عليها سعر. سوري ني برافو معك. 1.8 مليون و 800، هذه غالية نوعا ما. حلويات زمان هذه ترى، هذه الناس اللي بيرجعوا لذكريات ايام كانوا في السبعينات الميلادية، كانت الاسواق بهذا الشكل وعرض البضاعة بهذا الشكل. شايفين؟ طبعا شوفوا حلاوة كورة زمان، على حلاوة كورة تذكروا، وحلاوة الفلوس او شغلات الفلوس وهذه الاشياء. طبعا هذه كلها ايام السبعينات والستينات الميلادية ترى، كانت وبداية الثمانينات، فكان السوق زي كذا، فالناس دول جايين يشتروا بضايع زمان. يعني زمان كانت هذه البضايع موجودة بهذا الشكل، بس سبحان الله الناس تحب ترجع للذكريات الجميلة. لنا نكتشف هنا كمان، أنا ودي أن ألف كل الأماكن، ولكن والله صراحة تعب من جد، تعبت من الفرفرة، حسيت رجلي دحين كذا تسوي. لكن نحاول قدر الإمكان أن نغطي لكم هذا المهرجان للتسوق، المعرض الجميل هذا جاكرتا اكسبو. شوفوا عندهم لوحات فنية وبراويز، يا سلام شوفوا كيف اهو، حركات جديدة دي. طبعا باب الكعبة اهو، الروضة الشريفة، حتى الكاميرات شوفوا مضبطينها، ماخذينها من الصورة وقسموها وضبطوها. شوفوا اشياء جميلة هنا، شوفوا على قولهم من الباتيك، اشكال وانواع من الباتيك، في عدة اشياء، شنط وغيرها وسوفينير وغيره. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في كل مكان، وادعمونا باللايكات، واعطونا رايكم في الكومنت، ولازم تشوفوا الحلقات السابقة. سنباي جمبا لاقي من بنشر من دروس الحياة للأمر، حسام وساوي عبير وساوي.